غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو سلام ونعمة، أبونا موجود؟ مين حضرتك؟ نعم يا فندم، أبو مريم من أمريكا. لا ده أنا بيت أبونا أغابيوس. أنت عايز أبونا مين؟ أغابيوس بسيلي. نحن هنا بيت لأنه تنيح أبونا أغابيوس. تنيح حضرتك تصوني؟ أيوه. حضرتك تصوني؟ نعم تصوني؟ أيوه. أهلا وسهلا، ربي يباركك. كيف الأولاد كويسين؟ نعم الأولاد كويسين؟ مش ولادي يعني؟ آه الحمد لله. من حضرتك؟ أهلا وسهلا، أنا اسمي أبو مريم وأنا بتكلم من حضرتك من أمريكا. بس شوف حضرتك يعني الصدفة غريبة شوية، يعني أنا بتصل بأبونا نجد إن أبونا مات. طبعا دي حاجة طبيعية إن الإنسان الإنسان يموت مهما كان. اسألني يا فندم الآن السؤال، الإنسان يموت لأنه مخلوق، هل الخالق يموت يا فندم؟ هل الخالق يموت؟ يعني شوف حضرتك الصدف، انت الان بتحتفلوا بالجمعة العظيمة، الجمعة العظيمة، ما هي الجمعة العظيمة الذي مات فيها يسوع اللي انتم بتعتقدوا هو الله؟ طيب الانسان كمخلوق بيموت، لان الله ازل سرمدي كما يقول الكتاب المقدس، ألست أنت منذ الأزل يا ربي إله قدوسي لا تموت. أبونا مات عادي، أنا هموت، أنت هتموتي، ربنا يديك العمر والصحة يعني، لكن هنموت. لكن الله يموت ازاي حضرتك؟ كيف يموت الله؟ كيف الخالق يموت مثل المخلوقات؟ ايوه مدام، انا سامع مع حضرتك رجال لو ممكن عاوز يرد يرد، لو في حد يعرف يرد يرد. الو مساء الخير. الو اهلا وسهلا بيك، مين حضرتك الاول؟ انا اسمي ابو مريم بتكلم من امريكا، وكنت بتكلم مع المدام. انت حضرتك ابنها ولا ايه؟ ابن ابونا اغابيوس؟ مالكش دعوه. قال لي مالكش دعوه دي؟ انت في حاجه اسمها مالكش دعوه؟ انت يا ابني ما تربيتش، ما تعلمش الادب، ايه اللي مالكش دعوه؟ ده اسلوب ازاي؟ سامعين؟ خلينا نكلم مين؟ بدين امك انت؟ ايه يا عم دي الكلب مالك؟ سامعين؟ انا عارفين امك. سامعين دي الكاهن؟ سامعين ابن الكاهن؟ سامعين ابن الكاهن؟ سامعين ابن الكاهن؟ تاني سامعين ابن الكاهن ليه؟ الصوت كان واضح؟ سامعين ابن الكهنة لإيه؟ أنا ما غلطتش عليه، أنا عاوز يتكلم. ما أناش عاوز أرد. مش عاوز أرد. كان معانا لواء مباشرة الآن، أنا اتصلت بالقمص أغابيوس جورجيوس باسيلي، هنديكوا الاسم على التكس اهو، ثواني حضراتكم انقلوا الاسم الاخوة، القمص اغابيوس زوارجيوس باسيلي. قال لي الاول زوجته تصوني قالت لي تتوفى، بدأت اتكلم معاها، رد عليه ابنها، سمعت الشتيمة اللي قالها ابنها؟ سمعت. هذا اكبر دليل ان العقيدة الارثوذكسية العقيدة المسيحية ليست عقيدة سليمة، وان الكتاب المقدس مستحيل يكون كلام الله، وان كلام يسوع مستحيل العمل به. لماذا؟ نبدا نقول ماذا قال يسوع، مع ان انا ولا شتمته ولا قلت ادبي عليه، ما شتمت ولا قلت ادب عليه. ماذا يقول لا تقوم الشر من لطمك على خدك ايمن حول اخر، عشان تعرفوا كلام يسوع كلام فارغ باطل لا يصلح ضد الفطرة السليمة، يعني ولا سبيته ولا شتمته ولا أي شيء، لكن السؤال تام، وإما أنا فأقول لكم لا تقوم من لطمك على خدك الأيمن حول الآخر، وإما أنا فأقول لك أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، وأنا ما لعنته، وصل أجل الذين يسيئون إليه، كلامه لا يصلح، لا يصلح للبشر. الراجل ما بسأل سؤال راح سبينه وسب امه وسب دينه.
يسوع يقول ايه؟ من أدعني يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا. يريد الاخوة الكرام ينزلوا كلمة الرداء باليوناني، او انا اجيبها لكم باليوناني. الكلمة باليوناني هيميتون، هيميتون تعني ايه؟ تعني ايه؟ شوف المصيبة والكارثة، تعني الرداء الخارجي او الداخلي، الرداء الخارجي او الملابس الداخليه. يسوع بيقول لك من اراد ان يخاصمه ياخذ ثوبك، مش تديله ثوبك بس، اديله حتى الملابس الداخليه. الكلمه اسمها بلياني هيميتون، وتعني الملابس الداخليه او الخارجيه. اتفضل يا حضرتك. مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، كبير، كل قدر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكراه أنت يا معبود يا من جل قدراه، جل قدراه، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.